زي ما قلت لحضراتكم نشاط مكثف للرئيس ونشاط أيضا مكثف لكافة الموضوعات هذه القمة الثانية التي دارت على مدار 3 أيام. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل ونسأل سؤال مهم، ما هي أبرز النتائج؟ معنا السفير حسين هريدي مساعد وزير خارجية الأسبق، أهلا بحضرتك يا فندم. يعني الحقيقة تابعنا 3 أيام من المناقشات وأيضا الأجندة الخاصة بالقمة الإفريقية الثانية الموجودة في واشنطن، فعايزين برضو حضرتك تطلعنا على أبرز ما رأيته في هذه القمة. يعني بداية حضرتك، جدول أعمال هذه القمة تم بالتنسيق والتعاون بين الإدارة الأمريكية والدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي. وبالتالي الأجندة التي تم مناقشتها في هذه القمة هي أجندة أفريقية في المقام الأول. ثاني أمر هو أنه من متابعة التصريحات والكلمات اللي ألقاها الرئيس جو بايدن وآخرها النهاردة في الجلسة في القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرؤساء الأفارقة بما في ذلك طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أو هذه الإدارة تحديدا جادة بشكل كبير في تعزيز وتعميق الشراكة الأمريكية الأفريقية من منطلق استراتيجي لقناعة هذه الإدارة أن القارة الأفريقية هتلعب دور كبير وبتلعب دور كبير في السياسة الدولية. تمام. اليوم في مجموعة من المبادرات طرحها الرئيس جو بايدن، وأنا أرى فيها أن هي يعني بادرة مشجعة من جانب الإدارة الديمقراطية في واشنطن تجاه أفريقيا. أول شيء أعلنه أنه على المدى 3 سنوات القادمة الولايات المتحدة الأمريكية هتخصص بعد موافقة طبعا الكونغرس الأمريكي 55 مليار دولار لتقديم مساعدات لأفريقيا. تمام. في شتى المجالات. تمام. ده أول مبادرة. وده يمكن اسمح لي، ده اللي قاله الرئيس جو بايدن لما كان موجود في مصر في قمة المناخ، هو أكد عليه النهاردة أيضا وذكر بأنه ذكر نفس الشيء في قمة المناخ في شرم الشيخ. لا حضرتك ممكن تكرري اللي حضرتك قلتيه دلوقتي؟ يعني بقول لحضرتك يعني هذا الكلام اللي ذكره جو بايدن النهارده اعتقد هو ما ذكره ايضا في قمه المناخ في شرم الشيخ، وهو الدعم للقاره الافريقيه. هو لا، في شرم الشيخ هو قال الولايات المتحده الامريكيه هتقدم 150 مليون دولار. تمام. للتكيف لمساعده صحيح. لمساعده الدول الافريقيه في التكيف مع التغيرات المناخية. مظبوط. يا فندم، لكن الخمسة بس احنا بنتكلم هنا حضرتك على 55 مليار دولار. تمام. على مدى 3 سنوات القادمة هتغطي العديد من مجالات التعاون، من بينها الطاقة البديلة، الطاقة الخضراء. تمام. التكيف مع التعاون. المبادرة الأخرى اللي أعلن عنها اليوم الرئيس، وأنا أعتقد أن دي هامة جداً، اللي هي مبادرة تتعلق بالمديونية الخارجية للدول الأفريقية. تمام. وأشار أنه هيطلب من الكونغرس الأمريكي تخصيص مبلغ 21 مليار دولار كمساعدة لصندوق النقد الدولي حتى يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيف أعباء الديون على الدول الصغيرة والدول المتوسطة. تمام. وكذلك المبادرة الأخرى حضرتك تخصيص 100 مليون دولار لتعزيز إمكانيات الدول الأفريقية لمقاومة الإرهاب، يعني في مجال التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأفريقية بيبرز المساعدات الأمريكية في مكافحة الإرهاب. الأمر الآخر اللي أشار إليه قال أنه هيقدموا برضو مبلغ من المال للدول الأفريقية
على صعيد التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. فحضرتك أنا شايف حضرتك بالإضافة طبعا أنه هو قال أمر قال إحنا بنعلن هذه الالتزامات الأمريكية وإحنا هنتابع تنفيذ هذه الالتزامات على الأرض. ولذلك قررت الإدارة الأمريكية تعيين السفير الأمريكي جوني كارسون ليكون هو المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية لمتابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في هذه القمة الأمريكية الأفريقية. كذلك أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هتتعاون مع الدول الأفريقية ومع الاتحاد الأفريقي لتنفيذ أجندة 2063. تمام. أجندة 2063 دي حضرتك خطة أفريقية طموحة جدا ولتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وأطلق عليها أجندة 2063. تمام. يعني الحقيقة يعني يمكن حضرتك ذكرت لي أهم الأشياء، ولكن برضو أنا عايزة أخد رأي حضرتك يعني كأيضا يعني مساعد لوزير خارجية أسبق، اللقاءات التي تمت على هامش القمة والتي يحرص عليها السيد الرئيس، لقاء مع المنظمات اليهودية بشأن القضية الفلسطينية وهو أكيد لقاء هام في هذا التوقيت تحديدا، لقاءات كثيرة مختلفة ومتنوعة، لقاءه مع وزير الدفاع وأيضا التعاون العسكري بينه وبين مصر، فهذه اللقاءات كيف تراها؟ هو حضرتك يعني هو طبعا السيد الرئيس كما حضرتك تكرمتي واجرتي التقى بالمسؤولين وزير الدفاع خلال زياره السيد الرئيس للبنتاغون مقر وزاره الدفاع الامريكيه، كذلك التقى بانتوني بلينكين وزير الخارجيه، ثم اللقاءات مع أعضاء الحزب الجمهوري عن في الكونغرس وحضرتك ممثلي بعض المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في شق يتعلق بالعلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، وده طبعا ده في اللقاء مع وزير الدفاع ومع وزير الخارجية الأمريكية. وطبعا الترحيب كلمات الترحيب الحار التي ألقاها وزير الدفاع عند استقباله للسيد الرئيس في البنتاغون كانت فعلا بتعكس العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري والمجال الأمني. أكيد. بالنسبة حضرتك بقى اللقاء مع أعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري والمنظمات اليهودية، أنا أعتقد دي لقاءات في تقديري المتواضع بتكتسب أهمية مضاعفة، لأنها دي بتتيح الفرصة سواء للجانب الأمريكي سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية ممثلة في شخص أنتوني بلينكين وزير الخارجية أنها تطرح وجهات نظرها، كذلك ان السيد الرئيس يطرح وجهات النظر المصريه، والاهم من ذلك الرد على استفسارات وعلى اسئله وعلى ملاحظات الجانب الامريكي خصوصا صحيح. في اللقاء مع اعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري، لان هم بيتوجهوا لهذه الاجتماعات ومعاهم حضرتك مجموعه من الملاحظات أكيد. وأنا في تقديري بحكم خبرتي في العمل في السفارة المصرية في واشنطن هذا ده حوار، يعني أنا دايما ببص للقاء السيد الرئيس مع أعضاء الكونجرس الأمريكي سواء من الحزب الديمقراطي أو الحزب أو الجمهوري حضرتك، ببص إن ده حوار صحيح وحوار هام جدا حوار صحيح. هام جدا وحوار حوار هيحمل اشياء داخل الكونغرس، يعني يوضح يعني اشياء ويحمل اشياء حوار ده هام جدا اهميته بتكمن ان وجهه النظر المصريه على هذا المستوى الرفيع صحيح. بتكون حاضره في مناقشات الكونغرس سواء في اللجان الفرعيه او اللجان العامه المختصه حضرتك بالسياسه الخارجيه مختصه أكيد. بالشرق الاوسط اكيد سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس
النواب. الحقيقة حضرتك يعني قدمت لنا مجموعة من التفاصيل، بشكر حضرتك جدا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.